اللي هتخلي اللاعبين يموتوا نفسهم طوال الفترة اللي جاية، وهتخلي الجمهور يبقى موجود في المدرجات ويقف ورا لعيبته لغاية آخر ثانية، زي على طول زي ما بيحصل كالعادة يعني. فكل اللي بطلبه من حضراتكم، لأن أنا يعني أنا بكرة مش موجود، فإن شاء الله هبقى موجود مع حضراتكم يوم الجمعة، إن إحنا كجمهور يعني كالعادة دايما كالعادة كجمهور نبقى واقفين ورا لعيبتنا، وما نعملش أي حاجة خارج السياق، خارج السياق. هناك خط سير معين لجمهور النادي الأهلي، الأمن هيقوله أكيد يبقى نمشي فيه، الأمور ماشية، كل ده هيساعد حضرتك إن أنت تبقى موجود في الملعب وقاعد في الملعب مستريح وبتشجع فريقك، وبعد ما تخلص المباراة تطلع في نفس بنفس الشكل وبنفس وفي خط وبنفس خط السير، تلاقي نفسك الامور بقت زي الفل، محدش هيقولك انت بتعمل ايه. ده اللي بنشوفه. رحنا روسيا، انا كنت بتشرف بالتواجد في كاس العالم في روسيا، بس كنت مع قناه تانية، ف كل حاجه هناك ماشيه كده زي ما بتكلم مع حضراتكم. الامن في كل حته، واقفين حوالين الناس، الناس عارفه المسار، جاي من هنا هتخش هنا، التذكره بتاعتك هنا، هتخش من هنا، هيتكشف عليك بشكل واضح جدا. كنا الناس كانت بيتم تفتيشهم من اول صوابع رجليهم تحت لغايه شعر راسهم. ولو حد اللي سافر روسيا هيبقى عارف الكلام ده كويس جدا، كاس العالم. وبعد كده تخش ملعبك، تشجع فريقك، تقف مع فريقك، تخلص المباراه ان شاء الله تبقى مكسب، تفرح مع فريقك، ترجع بيتك مبسوط فرحان. المباراه اللي بعدها بقى بدل ما يبقوا خمسه هيبقوا سبعه ثمانيه عشره. هو ده اللي دايما بنسعى ليه، هو ده اللي دايما بنحاول ان احنا نوصل بيه، ان احنا نلاقي الجمهور مره تانية. ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك اللي هتلعب في الاسبوع الرابع هتلعب في استاد القاهره، ممكن نشوف تاني 100,000 و80,000. احنا عايزين نشوفكم، احنا نفسنا نشوف حضراتكم مره تانية في المدرجات، ولكن ازاي؟ حضراتكم عارفين احسن مني مليون مره، مليون مره، ازاي تشجعوا لعيبتكم، ازاي تبقوا واقفين وراهم، ازاي تكملوا ان انتوا تبقوا موجودين دايما خلال الفتره القادمه في الملعب. اتمنى يا رب ان شاء الله ان المباراه القادمه هنتكلم في الفنيات وهنتكلم في كل حاجه، وهنتكلم في رؤيه الجهاز الفني وفي رؤيه الكباتن اللي هيكونوا موجودين معانا بعد شويه، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم في شيء اهم، ان احنا النادي الاهلي بيفقد كتير جدا بعدم وجود جمهور. على قد ما بيقدروا اللعيبه بيحاولوا، ولكن لو واحد عمل 100% وسامع الجمهور وحواليه جمهور 30-40 ألف هيعمل 200%. فنتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي بشكل جيد، نتمنى ان كل التوجيهات الامنيه نمشي عليها بشكل جيد، نتمنى كل توجيهات الامن اللي داخل الاستاد، الامن الداخلي اللي داخل الاستاد لما يقول لك اعمل كذا امشي كذا، ما تاخدش معاك كذا اعمل كذا، نعمل اللي هم عايزينه بالظبط او اللي الامن عايزه بالظبط، لان الامن يعرف مصلحتك اكتر من اي شيء اخر. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنطلبه من حضراتكم. لكن الفخ اللي معمول لك من انديه تانية مش جمهور النادي الاهلي اللي يقع فيه، مش جمهور النادي الاهلي اللي يقع فيه. ان شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى مباراه تليق باسم النادي الاهلي وتليق ايضا باسم نادي الزمالك. ما عندناش مشكله خالص على فكره ان احنا نتكلم ان نادي الزمالك عنده فريق كويس وعنده وعنده وعنده، ولكن احنا كمان عندنا فريق كويس قوي، عندنا 30 لعيب لو غمضت عينك كده واخترت اي حد من ال 30 هيلعب هيبقى كويس. ثقة جمهور النادي